الفوز يوم امس بعد المباراه سمعنا انه هناك خروقات. اول مره شكرا لكم، شكرا على التهنئه. فعلا حدثت خروقات امنيه بالدرجه الاولى، يعني امنيه ما لا اقصد داخل الملعب، خارج الملعب حدث، يعني ما اريد نذكرها، ننتظر تقرير المشرف المباراه. اما كل الخروقات الامنيه عندنا على الانبياء بصراحه، يعني بس مع هذا ننتظر المشرف، تعرف الكلام شكل والتقرير شكل، ننظره ونتمنى. اما اذا كان خرق امني بالدرجه الاولى، العمليه صعبه جدا الاداريه والفنيه نتجاوزها، يعني قد يكون غرامه وغير غرامه، ولكن الامنيه صعب. احنا رفع الحظر اهم شيء، نفكر رفع الحظر، وهذا عامل سلبي، راح حتى احتمال مساله كربلاء وبصره واربيل ما يرفع، يعني يرفعون عن يعني يكون حظر، يرفعون الحظر عنها، يعني ممكن يكون لعبات الزرار باقيه خارج العراق. لا يعني هذا العامل لازم نتعاون عنه، يعني اذا ما نتعاون عنه بالمستقبل اذا صار خرق امني ثاني راح نتجاوز، بس احتمال نلعب مباراه مع النصر السعودي بدون جمهور، ننتظر خرق الامني ما هي، يعني ما بصراحه اذا كان الخرق الامني يعني صعب، يعني مباراتنا راح تكون بدون جمهور حسب التعليمات عمي. نتمنى ان شاء الله يكون خروقات هي سهله ونتجاوزها ان شاء الله بالمستقبل. الفوز يوم امس بكل تاكيد اعطى جرعه معنويه للاعبين لبطوله مباراه الكلاسيكو، حدثنا عن المباراه القادمه. طبعا مباراة مع الجوية مباراة صعبة وليس سهلة، فريق جوية معروف، فريق بطولات، حاصل على ثلاث مرات أبطال كأس الاتحاد الآسيوي، نتمنى إن شاء الله نقدم مستوى يليق باسم الفريقين بالدرجة الأولى. أما إحنا نتمنى كزهراء نقدم مستوى، والنتيجة هي تحصيل حاصل بصراحة، يعني المباراة صعبة، الفريقين والمدربين يعرفون واحد داخل اللاعبين، واحد يعرف الثاني، المدربين يعرفون نقاط الضعف والقوة للفريقين، نتمنى إن شاء الله نكسب المباراة، يعني حتى يكون دافع قريب للوصافة، حتى يكون قريب للفريق نادي الشرطة. بصراحة تركيز الإدارة والكادر التدريبي على البطولة الآسيوية مع الدوري المحلي. والله احنا يعني ككادر اداري وككادر فني نفكر بكل البطولات، احنا فريق معروف عنه يسمونه زعيم، يعني ما عندنا فرق بين الكاس والدوري وابطال، نتمنى احنا قبل كل شيء نقدم مستوى والنتيجه تحصل حاصل.